السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة على موقع المحترف. وموضوع حلقة اليوم موضوع حصري، موضوع سيحل مجموعة من المشاكل لمجموعة من المتابعين، وفيما يخص الحصول على رقم غربي من أجل التوصل برسائل SMS. نعم، فأعتقد إذا كنت تستخدم الويب وتستخدم كذلك فيسبوك أو هوتمان أو إلى غير ذلك من الشركات، فلعلك قد واجهت بعض المشاكل في تعريف الحساب، خصوصا إذا ما كنت قد فعلت خاصية تو ستيب فيريفيكيشن مثلا بالنسبه للجيميل، او كذلك عدم تسجيل الدخول الا بعد ارسال رساله SMS قصيره الى هاتفك في الفيسبوك. اعتقد ان الكل يعرف هذه الخاصيه. ففي بعض الاحيان الرساله لا تصل، في بعض الاحيان لا يتم تعريف الحساب بواسطه رسائل SMS. لماذا؟ لاننا لا نتواصل بالرساله، يمكن لان الشركه تكون غالبا غير مدعومه. لكن عندما نتحدث مثلا على ارقام هاتفيه امريكيه فرنسيه، فهنا يعني هناك فرق. نعم هناك فرق، لان هذه الارقام هي غالبا ما تكون مدعومه من طرف اغلبيه المواقع. لهذا في هذه الحلقه ان شاء الله ساتطرق معك الى كيف تحصل على رقم غربي، سيكون رقم هاتفي خاص بك. هذا الرقم الهاتفي الخاص بك يمكنك ان تستخدمه كذلك مثلا ان يراسلك عملاؤك او يراسلك اصدقائك. نعم ستتوفر على رقم هاتفي كما لو كان لديك اي رقم هاتفي حاليا. هذا الرقم يمكنك كذلك ان تقوم بتحميل برنامج، هذا البرنامج ستثبته على الحاسوب، واي شخص يرسلك برساله يعطيك يعني نوتيفيكيشن، ويمكنك ان تقرا رسائلك. غير ذلك فيمكنك كذلك شحن حسابك وترسل رسائل SMS. طبعا الحال عندما سنقوم بانشاء حساب مجاني سيعطونا او ستكون عندي امكانيه 20 رساله مجانيه يمكن ان ارسلها برقم هاتفي الجديد. لكن فبالنسبة في حالة ما إذا يعني حتى حالة إذا ما رغبت أن أقوم بشحن الحساب، فالأتمنة هي بسيطة جدا، ويمكنك أن تشحن الحساب وترسل كذلك رسائل SMS برقم هاتفك الجديد. إذا لكي لا أطلع عليك نمر مباشرة إلى كيف سنقوم بإنشاء هذا الرقم الهاتفي ببساطة شديدة، وكيف سنقوم باستخدامه. أنت تشاهد راغب آمن على موقع المحترف بعد هذه الفصلة الإشارية أو الوصلة الإشارية عفوا، ثم نعود. عدنا مجددا، نذهب الى leida.net ثم بعد ذلك ساختار free account كما تلاحظ معي. بعد ذلك ساذهب واقوم بكتابة اسم الشركة، اكتب في اسم الشركة اي اسم، يعني ليس بالضروري ان يكون اسم محدد. في الكونتاكت نيم هنا ستدخل الاسم الكامل، ثم في الايميل ادخل الايميل الخاص بك لكي تتوصل برسالة. هذه الرسالة ستحتوي على جميع البيانات الخاصة بتسجيل دخولك على الحساب. بعد ذلك في الفون نمبر ساختار كود الدولة الذي يبتدئ بPlus ثم كود الدولة. بعد ذلك ساختار رقم هاتفي. جيد، في الكونتري ساختار البلد. في other state اتركها other state، ثم اكتب على سبيل المثال الحوز city مراكش. يعني في state ليس ضروري ان تكتب الحوز، يعني تكتب المحافظة او العمالة او الاقليم الذي تتواجد. اذا ساختار send. بعد اختيار send كما تلاحظ معي يجب عليك ادخال كود التفعيل الذي سيتم مراسلتك اياه على هذا الرقم، على رقمي انا شخصيا، على رقم هاتفك. تقوم بادخاله. بعد قبل ادخال الكود او بعد ادخاله تختار select my leida.net number،
هنا يمكنك أن تختار بين أرقام من الولايات المتحدة الأمريكية، من سبين، من فرنسا أو من فرنسا أو من المملكة المتحدة. يعني يمكنك أن تختار كذلك يعني مدينة، فرقم من مدينة مثلا يونايتد ستيت. يمكن أن تختار كما تلاحظ معي الأرقام من الولايات المتحدة الأمريكية، فاختر منها ما تشاء. طبيعة الحال XXX سيتم مراسلتك بالرقم كاملا بعد ذلك، فكما تلاحظ معي اختر أي رقم، وبعد ذلك يمكنك أن تنقر على السند. إذا سأختار على سبيل المثال، يعني سأختار نمبرين كما تلاحظ معي، سأختار أي دولة، ولاحظ معي أن هناك عدة أرقام اقتراح، اختر أي رقم تريد. جيد، فعند النقر سيعطيك The income number selected is تختار فقط send، وبعد ذلك عفوا إن لم أدخل free account. إذا بعد ذلك سيتم تعريف الحساب ومراسلتك بالبيانات على علبة الواردات. إذا الآن سأقوم بالدخول على علبة الواردات، سأحصل على البيانات، ثم سأسجل دخولي على الخدمة. في الصفحة الأولى أو عندما ستصلك هذه الرسالة، بطبيعة الحال في المقدمة أو في مقدمة هذه الرسالة ستجد بياناتك الخاصة. بالنسبة للفون نمبر كما تلاحظ، فون نمبر فور انكومن ان اس ام اس مسج، هذا هو الرقم الذي ستتوصل به برسالة. أي شخص سيرسل لك رسالة اس ام اس على هذا الرقم ستصلك إلى الحاسوب. غير ذلك فالرقم فهو مفيد جدا مثلا لتعريف الحسابات التي تطلب مثلا رقم أمريكي، رقم فرنسي، أو كذلك لتعريف حساباتك، أو كذلك إذا كنت يعني تصادف مشاكل في تعريف حسابك على الفيسبوك، يعني الأشخاص الذين لا تصلهم رسائل تفعيل وكذلك رسائل تفعيل على الهوت ماين. كذلك فيمكنك الدخول على إما عن طريق الويب فيرجن، عن طريق الويب، وهذا ما سنقوم به الآن، أو كذلك تحميل البرنامج وتثبيته وإدخال الرقم، وأي شخص سيرسل لك رسالة ستظهر، أو أي موقع يرسل لك رسالة ستظهر لك نوتيفيكيشن في الحاسوب. يعني هذا أمر أكثر روعة. فالآن سنأخذ فقط مثال الويب فيرجن، ندخل اليوزر نيم والباسورد، ثم أختار طبعا I have read، اختار I have read accept term of use، ثم اختار enter. طبعا الحال سأدخل الآن، وكما تلاحظ معي لدي SMS inbox. SMS inbox وهي الواجهة التي عندما يراسلني شخص فأنا أتوصل برسالة. يمكنك كذلك ستتوفر على credits 20 credits. هذا 20 credits يمكن أن ترسل به 20 رسالة. فنحن الآن سنجرب هل الرقم بالفعل يعمل، وسنقوم مباشرة أو نرسل رسالة إلينا. إذا هذا هو الرقم الدولي الخاص بي، وسأكتب في phone number، سأختار phone number أرسله برسالة، وأكتب hello this is just a simple test. اوكي، وأختار send message. إذا أرسلت الرسالة send information أنتظر الآن وأعمل تحديث. كما تلاحظ معي hello this is a simple test، وهذه الرسالة من الرقم الهاتفي الذي قمت بإنشائه للتو. كما تلاحظ فيمكن كذلك أن في حالة إذا ما أردت أن تحصل على الفيرسن بريميوم مدفوعة، فكذلك ستلاحظ أو يمكنك كذلك عفوا يعني يمكنك كذلك أن تقوم بشحن، يعني كما لديك هاتف ولديك أوبراتور خاص بك، يعني يمكنك أن تشحن الرقم يعني بنقود. كما تلاحظ معي يمكن أن يعني أن تشحن رصيدك. فهي شبكة مثلا مثل لديك نحن عندنا في المغرب اتصالات المغرب إنوي، لكنها شبكة وهمية برقم هاتفي بكل ما يلزمك لكي تستخدمه على الانترنت. إذا كما لاحظت معي فالأمر بسيط جدا، وبالتالي سيسهل عليك العديد من الأمور في حياتك على الويب. للإشارة حتى في حال أقول لك حتى في حالة إذا شعرت أن
هذا الموضوع لن تحتاجه، لا ففقط قم بتخفيضه، لان انا يعني انا على يقين انك في يوم من الايام ستحتاج هذا الموضوع، كن على يقين ستحتاجه، لانه موضوع هو في الحقيقه مهم جدا، وبالنسبه للاخوان الذين يعرفون اهميته فاعتقد انهم الان هم سعداء. ف يعني يا قريب في اخر هذه الحلقه الا ان اقول لك اذا عجبتك موضوع الحلقه لا تنسى ان تنقر على لايك، لا تشاهد وترحل، انقر على لايك، حاول شجع، حاول أن تشجع كذلك بالنقر على لايك، لا تنسى كذلك أن تعلق، وإذا كانت هذه أول متابعة لك لحلقات المحترف هناك أزيد من 600 حلقة فقط على المحترف وعلى مدونة المحترف على رابطنا الرسمي www.teachtreeprofessional.com. يمكن كذلك زيارتنا على موقعنا الرسمي أو عفوا على صفحتنا الرسمية التي تعد أكبر وأضخم صفحة خاصة بالتقنيات على رابطنا facebook.com/teachtree.professional، وفي أي وقت لا تنسى أن تنقر على الزر سبسكرايب للمزيد من الفيديوهات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.